كشاهد ربما كأول شاهد من صح القول على هذا الحديث المأساوي ديال الفاجعة ديال خريوكا. كيفاش وقعوا معاش؟ طيب يعني كان وقع تقريبا ما بين 8 وتولوت 8 ونص لأن يعني في واحد الظرف وجيز. أنا كنت في الطريق ديالي للفقيه بن صالح ونضي بلاسمون في إطار العمل. إيوا أنا في السيارة ديالي تلقيت واحد المكالمة خلتني ديك المكالمة أنا نقص شوية من السرعة ديالي. هذاك الكار كان ضوبني أنا ولاحظت بأن ضوبني بواحد السرعة اللي ماشي 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 معقولة في ذاك الفيراج. واحد اللحظة كيبان لي فيلم كيدور الأحداث ديالو قدامي أن الكار جليسا مشى للشمال وعاود رجع لليمان وعاود تقلب وسميتو وانا جاي في خيني لان انا كنت جاي موراه. دونك كان عندي ريفليكس ولا الله سبحانه وتعالى حفظ. وقفت السياره ديالي مشيت كاي مواطن خصو يدي داك الواجب ديالو يعني يوقف مع 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 الضحايا. الحقيقه اول مره انا ما فكرت لا في الوقاية المدنية ولا في الجندارم ولا هكذا. مشيت للناس بدافع زعما مد يد العون. كيفاش كان المشهد؟ مشهد درامي، مشهد مأساوي، زعما صعيب انه نوصفه لان انا عشته وتأثرت به مع ان كنحس كنعرف راسي نفسيا الحمد لله قوي ولكن تأثرت. مع ذلك تأثر وداك التأثر ربما مازال كيلازمني حاليا. ديكو عاود جاو الناس اللي كانوا شادين نفس الطريق وقفوا حتى هما وبدينا كنقدموا كنا للمساعده. وعاوتاني انني كنت لابس واحد لي غون كنسوق انا بلي غون في 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 ليتي. فتحنا داك الباربريز ديال اللي سموه مع انا وشي رجال فتحنا الباربريز باش بداو شي وحدين كيخرجوا. وكانت كانوا الضحايا بزاف كنتكلم بزاف على العدد ديال الموتى اللي ماتوا في البلاصه. عاد الناس اللي كتحتضر عاد الناس اللي زعما سو لا بريسيون ديال الكار جاو تحت الكار والناس بالعاطفه كاين اللي بغى يجر وهكذا. تمكنت ولله الحمد انني نخرج واحد جوج وليدات واحد وليد واحد البنت وانني نحاول ما امكن بديك القوه اللي عطاني خلا عندي الله سبحانه وتعالى انني نقدم العون للناس ولو غير بالكلام ولا هكذا. واحد 10 دقائق ايفيكتيفمون عيط على الدرك الملكي في بيو 77 جاوبوني الناس وقلت لهم ودي راه واحد الحادث خطير 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 وكيستلزم واحد 10 ديال السيارات 10 سيارات الاسعاف وسيارات نقل الاموات. ايوا بقينا تقريبا هكذاك جا واحد دو جوندارم ومن بعد جا واحد جوج سيارات ديال الاسعاف بحال هذوك ديال الحريق. ومن بعد عاوتاني بقيت انا مع دوك الضحايا اللي باقيين حيين كنتكلم معاهم كنعطيهم العون النفساني وهكذا. من بعد عطيت شي حاجه للناس ديال الدرك الملكي واحد البورطابل واحد لاكارت ناسيونال ديال واحد السيده باش يعرفوا الهويه ديالها. من بعد ملي جاو لي زومبيلونس جيتي اوبليجي دو كيتي لحقاش ما بقيتش قدرت ندير وبالتالي ما بقاش عندي شي دور انني غادي نديرو. ليسونسيال هو ان داكشي اللي قدرني الله عليه درته. من بعد مشيت للفقيه بن صالح وانا في الطريق ديال الفقيه بن صالح عاد دي زومبيلونس كيجيو من الفقيه بن صالح تقريبا شي 4 ولا 3 اللي صادفت وكاين كاع اللي حتى وصلت كاع الفقيه بن صالح يعني فوق من 30 كيلومتر على ديك منطقه الحديث. يعني لي زومبيلونس مالوغوزمون كيتاخروا. انا كنعرف الطريق والطريق الانفراستركتور عندنا ناقصه بزاف. كنتمنى من المسؤولين انهم يوعوا بهذه المسائل وحيت هذيك الطريق خطيره سورتو في حدا داك الريزو في دوك لي فيراج اللي تماك. الطريق خايبه ما صالحاش. هو ضوبلني قول علين في الفيراج فين ما خصوش يضوبل صراحه الله ما ضوبلني تماك. ومن بعد انا فاش غادي ندير لو ديرني فيراج ا دغوات تما كتبان لي لاسين قدامي وانا جاي وحيت كاين لابطا بيان سور الانسان كيكون جاي كيجر يوصي دونك فرانيس. انا بكل صراحه قلت لك كما قلت لك انا كمتخصص في الفلسفه وعلم الاجتماع وعلم النفس نفعتني شويه ديك الدراسات ديالي والتجربه ديالي في الحياه
ولكن خديت النصيب ديالي من 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 التأثر السلبي، لان عانيت وربما مازال كنعاني من من بعض الردود. وكنقول وهذه واحد النقطه ربما غنشير ليها، اول واحد غادي يشير ليها هو ان دوك الضحايا اللي كانوا في الحافله راه كان كاينين ضحايا وحدين اخرين اللي جاوا غير يشوفوا، لان تاهما تاثروا وتاهما داو معاهم سميتو الالام والمعاناه اللي يمكن تلازمهم حياتهم كلها، وهذا يؤسف بزاف. ومن هذا المنبر كنقول للناس ولينا كامل الناس المستعملين ديال الطريق الحضر الحضار وعدم الافراط في السرعه، وكن نحتاج سميتو المسؤولين انهم يقوموا بالمسؤولية ديالهم بخير قيام، يقدوا طرقان للناس، يديروا ما يمكن انه يحمينا من هذا النوع ديال الحوادث. ومن الملاحظات المهمة اللي لاحظت هو ان ملي وقعت الحادثة في ذاك الفيراج ما كاين حتى شي حاجة كتعلم دوك الناس الاخرين اللي جايين، وكاين ربما يكونوا متهورين وحدين اخرين. نورمالمون في لوطوروت راه كدار واحد اليافطه كتقول بان زعما نقصوا السرعه، راه كاينه حادثه تسير وهكذا، ما كاينش اخبار ما كاينش اشهار من هذا، هو شي خطير عندنا في هذه البلاد. دونك كاملين ودرت هذا اللقاء مع هذا معك الاخ الصحفي على اساس اننا نوصلوا واحد الرساله اللي نصحوا فيها كاع الاخطاء اللي كيعاني منها المواطن المغربي في الطرقات على الاقل اللي كنتكلموا عليهم، فوالا باش نتفادوا هذا النوع ديال الحوادث.